نحن اليوم بمدينه الزهراء ومدينه الزهراء لم يقع على الاختيار على تسميتها بالزهراء الا لانها بالفعل زهراء وسيعود اليها بريقها كما كانت بالرغم من التجاوزات التي حصلت بالنسبه للبيئه وبالنسبة إلى التشجير وبالنسبة إلى غيرها من المرافق العمومية، نحن هنا نزرع ليأكلون كما زرعوا وأكلنا. نحن نزرع شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت في الأرض وأصلها الثابت في الضمير الجمعي للشعب التونسي وتقريبا هذه الصورة تجسد الفكر الذي جاء به الشعب التونسي وتمت بلورته تخرج من الأرض ثم تينع بعد ذلك أوراقها وتصير خضراء نحن هنا في الزهراء في الضاحية الجنوبية ولكن هناك في أماكن أخرى البعض لا يزرع الأشجار ولكن يزرع للأسف بذور الفتنة زرعهم سيكون كأعجاز نخل خاوية وقد بدأت تتآكل بل وتاكلت منذ اعوام لان السوس قد نخرها وستاتي على من يريدون ضرب الدوله التونسيه ووحدتها وتحقيق امال شعبها ريح عاتيه ولن تترك منهم بقيه باقيه سنزرع ان شاء الله كل يوم وسيتم الاهتمام بالتعليم لاصلاحه واثرت ان اكون اليوم في هذا المعهد وفي هذا المكان بيانا ودليلا على اننا متمسكون بالعلم ومتمسكون بفكر جديد يقوم على الحرية والعدالة لا يقوم على التقسيم وعلى الفتنة وعلى التناحر وعلى ضرب تونس من الداخل ست... هذه الشجرة المباركة ستنبت وستينع كما نبت الشباب وأبدع في كل المجالات وسيبدع وكما ستسقط هذه الأعجاز الخاوية في ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة وستبقى إن شاء الله تونس خضراء خضراء بالرغم من كل محاولات الفتنة ومحاولات اليائسه لضرب وحدتها وللمساومه بصحه التونسيين والمساومه بتعليمهم والمساومه بالدوله التونسيه الدوله التونسيه كهذه الشجره المباركه اصلها ثابت وستينع اوراقها وستبقى جذوعها في هذه الارض ولن يقدر عليها احد. سنعمل ان شاء الله على ان تكون تونس افضل بكثير بالرغم من كل المزايدات وبالرغم من كل الأرجيف واطلب من التلاميذ ان يكونوا في ال وانتم تلاميذ ان تعملوا بجد وان يتم احترام المعلمين والاساتذه. لاننا نقرا وهم الذين يبذلون الجهود الكبيره المضنيه حتى ياتي جيل جديد المعلم ما الذي درسنا الحرف الاول جدير بكل احترام جدير بان نقف امامه بكل اجلال لانه علمنا الحرف وعلمنا الكتابه وبذل الجهود الكبيره، الجهود المتواصله لياتي جيل جديد يرفع الرايه، يكون هذا الجيل ثابتا كهذه الشجره ويانعا كهذه الزيتونه المباركه.